وننهي النشر بالخبر الفني، فبعد قرابة قرن من الإهمال النسيج الجمعوي يحاول رد الاعتبار لآلة العود نوع الرمال بالتحديد. عود الرمال الذي لطالما اشتهرت به المنطقة المغربية يقاوم النسيان، فوحدها 11 قطعة لا زالت موجودة في بعض المتاحف داخل المغرب وخارجه. روبورتاج أحمد حسني وإلهام بالردى. أولى الكتابات حول هذه الآلة ترجع للقرن 17 ميلادي، ويرجع الفضل في ذلك للباحث المكناسي البعصامي، والذي يوضح أن خصوصية العود المغاربي هي وسيلة نقره والتي كانت ريشة النسر. من المعروف أن التراث المغاربي يمتاز بثلاث آلات موسيقية، وهي الرباب، الطر والعود. ليس العود الذي نشاهده اليوم بمختلف الفرق ذو الأصول المصرية، والذي امتاز به نجوم كبار مثل عبد الوهاب وفريد الأطرش. هذا العود تم الاستغناء عنه. 11 نسخة فقط لعود الرمال محتفظ بها في متاحف كل من المغرب، إسبانيا، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. مبادرة جمعية ملتقيات الموسيقى تهدف إلى الرقي بهذه الآلة الثمينة. من الصعب البحث وجمع المعلومات السابقة لعملية الصناعة، فمن الواجب جمع مختلف المعايير وخصائص صناعة الآلة والتي تستجيب طبعا لمتطلبات العازف. مثل هذه المبادرات والملتقيات التحسيسية والتعريفية في نفس الآن ستقرب المهتمين والباحثين من تاريخ هذه الآلة العريقة، والتي تعد غنى حضاريا وثقافيا وجب المحافظة عليه. انتهت نشرة الأخبار بعد مال وأعمال والنشرة الجوية. تلتقون مع الموجز الرياضي مع سعيد بالفقير، ثم برنامج شد الألحان. فرجة ممتعة لدزام. السلام عليكم.